آخر سؤال بمناسبة تمويل الدولاري، رئيس الوزراء كان تحدث عن أنه من 20 ل 25% من مستحقات ومتأخرات الأجانب في قطاع النفط سيتم سدادها قريبا، قد إيه فاضل وقد إيه تم سداده؟ لا، هو انا ما عنديش الارقام النهائيه، انت عارف حضرتك الارقام بتختلف من شركه لشركه وحسب الكميات اللي حضرتك تقدري تاخديها منهم، لان انت التعاقدات اللي بتتم او الاتفاقيات اللي بتتم مع الشركات العالميه الموجوده، الاولويه ان انت السوق المحلي، فانت في كميات اخذتيها من هذه الشركات في مستحقات من شركاء الاجانب، ودي مش اول مره، المستحقات كانت موجودة قبل حوالي 6/3/2012/2013، والحمد لله قدرنا ننزلها لحوالي 850 مليون دولار، زادت الفترات اللي فاتت، واحنا كلنا عارفين هي زادت، احنا بالنسبة لمستحقات الشركاء أجلناها شوية، لكن في شهر مارس اللي فات تم سداد حوالي 25% من هذه المستحقات، في إن شاء الله خلال هذا الشهر أو خلال هذا الأسبوع السيد رئيس الوزراء قال إن هيتم استرداد ايضا حوالي 25%، وبعدين هي الجدوله مع هذه الشركات بيتم، يعني هم طبعا احنا عارفين ان احنا بنلتزم بهذه التعديلات، لكن هي فتره صعبه، لكن ان شاء الله هتعدي فيما يتعلق بالجزء الخاص بالدولاري اللي بيتم من خلاله استيراد كميات من البنزين، استيراد كميات من السولار، استيراد كميات من البوتاجاز، نعم. كل الحاجات دي كلها حضرتك بيتم استيرادها عشان توفير المنتجات البتروليه للسوق المحلي، نعم. ودي كلها كميات بتتم بالعمله الاجنبيه، يعني ما الحمد لله توفرت، وزير الماليه قال لي العمله الاجنبيه متوفره، المصري هو اللي مش موجود، الحمد لله. شكرا استاذ حمدي عبد العزيز، متحدث باسم وزاره البترول. نخرج فاصل ونرجع.